سنناقش الملف اليمني. ضيوف هذا الجزء من هذه الحلقة: محمد قباطي، السياسي اليمني المعارض من لندن، وينضم إلينا من وزارة الخارجية الأمريكية المتحدث باسم قسم الشرق الأدنى أمبرو سيلز، ومن واشنطن أيضا جيمس كارافانو، الباحث في مؤسسة هيريتج للدراسات. الملف اليمني في الجزء الثاني من ساعة حرة: التطورات الأخيرة فيما يتعلق بالحرب على القاعدة في زنجبار، المبادرة الخليجية، وعودة الرئيس صالح إلى اليمن. تابعونا. مجددا في هذا الجزء من هذه الحلقة نناقش الملف اليمني الذي يشهد تطورات وعلى عدة مستويات، بينها الحرب على القاعدة في زنجبار وعودة ظاهرة الاغتيالات والوساطة الألمانية الهادفة إلى دفع الرئيس صالح إلى التوقيع على المبادرة الخليجية. معنا في هذا الجزء من هذه الحلقة دكتور محمد قباطي، سياسي يمني معارض من لندن. أهلا بك دكتور قباطي. ومن واشنطن ينضم إلينا جيمس كارافانو، الباحث في مؤسسة هيرتج للدراسات، وبعد قليل ينضم إلينا من وزارة الخارجية الأمريكية المتحدث باسم قسم الشرق الأدنى أمبروس سيل. أبدأ معك دكتور قباطي، حديث عن مبادرة ألمانية تهدف إلى تشجيع الرئيس صالح على توقيع المبادرة الخليجية. برأيك إلى أي مدى هذه المبادرة جدية، وإلى أي مدى يمكن للرئيس صالح أن يرضى بهذه المبادرة؟ في الحقيقة جهود الأصدقاء الألمان تتواصل، مثلها مثل جهود الأصدقاء الفرنسيين والبريطانيين والأمريكيين. يعني كنت قبل قليل أنت مع الصديق جيفري فيلتمان، وهو كان في صنعاء لمدة 3 أيام، ولحقه بعدها المستشار أوباما جون برينر جون برينن. فكل الجهود تتواصل، لكن يبدو انه الرئيس علي عبد الله صالح طبعا عبر بشكل واضح وعلني انه هو موافق على المبادره، واظن انه ربما البريطانيين كانوا على حق عندما قالوا انه ما دام هو عبر عن موافقته، مساله التوقيع اصبحت مساله شكليه، والاهم هو نقل السلطه الى نائب الرئيس. من المهم جدا ان الواحد يعني يقرا المشهد الحالي في اليمن ويوصفه توصيف دقيق، لانه نحن امام مجموعه، فعلا مجموعه مارقه، عصابه استولت على السلطه، لانه من ناحيه دستوريه ما في اي صلاحيه لهؤلاء الاولاد، اولاد الرئيس واولاد اخوه، الذين مع الان يتربعون على السلطه هناك ويتحكمون بكل الامور ويدفعون الامور نحو مخاطر كبيره للمنطقه ولليمن. نعم دكتور قباطي، كنت تقول ان يعني الرئيس صالح قبل بالمبادره الخليجيه ومساله التوقيع لم تعد اساسيه، ولكن صحيفة ألمانية التي تحدثت عن المبادرة الألمانية اليوم لإقناع الرئيس صالح بمغادرة السلطة تقول إن الرئيس صالح منفتح في الواقع على المبادرة، إلا أن عائلته تمنعه عن التوقيع على الاتفاقية أو على المبادرة الخليجية. إلى أي مدى برأيك هذه العائلة يمكن أن تؤثر على قرار الرئيس وتدفعه للبقاء في السلطة وعدم التوقيع على المبادرة؟ احنا نشوف هذا الكلام قيل لنا من فتره طويله. لاحظ انه الرئيس وافق في 3 يعني محاولات سابقه، وافق 3 مرات سابقا على 3 صيغ مختلفه من المبادره السعوديه، وما في الواقع في اللحظه الاخيره يتردد. من يجعله يتردد في مساله اخرى، لكن انا اريد فقط ان يعني ان ان يعني انبه الى مساله انه الرئيس كان حسب المعلومات التي يعني لدينا وحسب ما أكد لنا، تم تأكيده لنا من قبل بعض الباحثين ومن قبل بعض المسؤولين في دول مجلس التعاون الخليجي، كان يوم الثلاثاء بعد الحادثة. يعني لاحظ أنه الرئيس علي عبد الله صالح يقال بأنه يوم الخميس ويوم الأربعاء قبل الحادثة اللي تعرض لها كان وافق على أن يأتي وزير خارجية
الأشقاء في السعودية وزير خارجية الإمارات ليأتوا لصنعاء يوم الثلاثاء لكي يوقع المبادرة. وبعدين حصلت الحادثة هذه يوم الجمعة، وهي يعني لا زال حتى الآن الحادثة مثار استغراب الناس، لأنه لا زال لغز حتى الآن كبير جدا. المهم في هذا الجانب، الشيء الذي يعني يقلق في الحقيقة لأي مراقب، لاحظ ما جرى على مدى اليومين الماضيين. يعني نحن كان في بيان صدر من الأصدقاء البريطانيين قبل حوالي 3 أيام، ومستشار بعدين بيان صدر وزارة الخارجية، نائب المستشار الأمن القومي البريطاني كان في صنعاء، والسفير البريطاني أعطى مقابلة في صنعاء وصرح بشكل واضح جدا، والمبادرة وكل البيانات تقول بأنهم يقولوا عدم استعداد الرئيس وأسرته لمناقشة نقل السلطة سيكون له عواقب سلبية على اليمن سياسيا وأمنيا واقتصاديا وإنسانيا. هذا إيش تم بعده؟ تم بعده أمس حادثة اغتيال أحد الأصدقاء البريطانيين الذي عاش في عدن تقريبا لما يقرب من 30 عاما. حادث مؤسف جدا، ونحن في عدن بالذات وباسم أبناء عدن نقدم العزاء لأهل هذا الرجل وباسم أبناء الجنوب وأبناء اليمن عامة. لكن هذه مثل ما قلت لك، قراءة وتوصيف الوضع في اليمن مهم جدا. نحن أمام مجموعة مارقة مستعدة أنها تأخذ العالم يعني يعني تتهم النظام بالوقوف وراء عملية الاغتيال؟ طبعا طبعا. لماذا؟ ما هي الرسالة من وراء هذه العملية؟ خلينا أذكرك بحادث. أنا ذكرت جيفري فيلسمان صديقي. جيفري فيلسمان عندما جاء لليمن قبل 10 أيام كان يعني قرر أن يبقى 3 أيام لكي يحل مشكلة نقل السلطة. يعني ماذا عملت السلطة بعد وصوله؟ بعد أن رأوا بأنه ابتدى يضغط، راحوا خرجوا جماعة القاعدة في المكلا، مجموعة منهم 20، في بينهم 10 أشخاص متهمين بتهجير السفارة الأمريكية قبلها بـ8 أشهر. وبالتالي كان رسالة الأمريكان، إذا أنتم ضغطتم نحن راح نخرج القاعدة. طبعا كان الرد الأمريكي بليغ جدا، أنه 60 واحد من المارينز أجوا عشان يحموا جيفري فيلتمان، وبقى جيفري فيلتمان 3 أيام. حصل نفس الشيء مع الأصدقاء الفرنسيين. الأصدقاء الفرنسيين عندما ضغطوا في مبادرتهم على وذهبوا إلى السعودية وأقنعوا الإخوة في الخليج على أنهم يضغطوا في اتجاه أن الرئيس يوقع المبادرة، ماذا حصل؟ تم اختطاف قبل حوالي 1.5 شهر، تم اختطاف 2 من الخبراء الفرنسيين في الحقول في داخل المكلا داخل حضرموت. إذا نحن أمام مجموعة مارقة تعتقد بأنها بإمكانها أن تأخذ العالم كرهينة مقابل أن تبقى أو أنها يعني تهدم المعبد على الجميع. إذا المطلوب سأعود إليك دكتور قباطي، سأعود إليك، دعني أشرك سيد جيمس كارافانو في هذا النقاش. سيد كارافانو، استمعنا إلى الدكتور قباطي، عدة رسائل وجهها اليمن إلى بريطانيا إلى فرنسا إلى الولايات المتحدة. برأيك يعني إلى أي مدى المجتمع الدولي سيستمر في ممارسة ضغط محدود على الرئيس صالح كي يستمر في هذه المناورات التي يستمر بها والتي تتفاقم معها الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية في اليمن؟ Well, I think it's a very difficult situation. هذا وضع صعب للمجتمع الدولي كي يلعب دورا إيجابيا فيه. المشكلة هي أنه لا يوجد لدينا شريك جيد، والرئيس لم يكن متسقا في تصرفاته، ومع وجود هذا الأمر الولايات المتحدة والدول الأخرى قلقة حول هذه الحكومة. ولكن حتى لو كانت هناك حكومة أخرى، نحن ندرك أن هذه الحكومة لديها قدرة محدودة في بسط نفوذها في جميع أنحاء اليمن. حتى الانتقال السياسي لن يحل المشكلة، ومع وجود هذا الأمر الولايات المتحدة ودول أخرى لديها هواجس أمنية مشروعة. رأينا مؤامرتين في تم تنظيمها ضد الولايات المتحدة في اليمن من قبل القاعدة في الجزيرة العربية. نعم، سنناقش موضوع المعارك الحاصلة بين الجيش اليمني والقبائل اليمنية والقاعدة في زنجبار، ولكن برأيك إلى أي مدى المجتمع الدولي سيبقى ليس متفرجا لكنه يبقى غير قادر على إجبار الرئيس صالح على ترك السلطة وبالتالي قيام سلطة بديلة للانتقال بالوضع في اليمن من مرحلته الحالية إلى مرحلة ربما أفضل تمثل فيها كل شرائح المجتمع؟
Well, again, it's just going to be one خطوة بسيطة حتى لو استطاعوا أن يجعلوا الرئيس يتنحى وهذا لن يحقق تقدما كبيرا فيما يتعلق بموضوع الأمن والحوكمة والحاجات المشروعة للشعب اليمني. المجتمع الدولي يجب أن يكون أن يلعب دورا إيجابيا ولكن دوره محدود. ففكرة أن هذا سيحل كل المشاكل في اليمن أعتقد هذه فكرة غير واقعية. دكتور قباطي، يعني ليس السيد كرفانو غير متفائل بإمكانية تحسن الوضع في اليمن حتى ولو غادر الرئيس صالح السلطة؟ نحن لم نقل، أنا أتمنى على السيد كرفانو أن لا يعني يقرأ الأمور بهذا الشكل. نحن نقول أن الحل هو في نقل السلطة. نقل السلطة هو الخطوة الأولى يا عزيزي. لاحظ أن هناك مجموعة تشكلت اسمها مجموعة أصدقاء اليمن، تشكلت هنا في بريطانيا قبل 18 شهر بمبادرة من رئيس الوزراء البريطاني وبمصادقة من بقية أصدقائنا في أمريكا وفي أوروبا وفي أخواننا في مجلس التعاون الخليجي. وهذه المبادرة كانت متجهة لمنع اليمن من أنها تنحدر نحو أنها لا تنحدر نحو دولة فاشلة. كان أساس هذه المبادرة هو قيام حوار وطني شامل جامع، ونحن نعرف أن الحوار الوطني الشامل الجامع كان يمنعه علي عبد الله صالح. إذا الخطوة هو انتقال السلطة، هو الخطوة الأولى لكي نفتح مثل هذا الحوار. وهذا هو البيان اللي طلع من أصدقائنا في لقائهم الأخير في مجموعة أصدقاء اليمن على هامش اجتماعات الأمم المتحدة، جميع العمل الأمم المتحدة في سبتمبر الماضي. أكدوا على مسألة قيام حوار وطني شامل جامع لا يستثني أحد، الحوثيون، نحن في الجنوب، المعارضة في الخارج، الشباب، السلطة بعد ذهاب علي عبد الله صالح وجماعته والمعارضة الرسمية وحزب الرابطة وحزب التجمع الوحدة الأمنية. كل هذا هؤلاء الناس يجب أن يلتقوا لكي يحلوا قضايا الحوكمة. التوجه، شوف، مسألة يعني انتقال السلطة ليس هو الحل، إنما هو الخطوة الأولى. It's the first step، الخطوة الأولى نحو طريق الألف ميل. لكن بدون هذه الخطوة الأولى، نحن نعرف أن علي عبد الله صالح هو من ظل يعرقل على مدى 17 عاما قضية وصول اليمنيين إلى نوع من التوافق وإيجاد مشروعية جديدة لدولة مدنية حديثة لا تتلاعب بمسائل يعني الأمن والسلام العالميين كما تلاعب علي عبد الله صالح موضوع القاعدة. القاعدة استخدمها علي عبد الله صالح على اعتبار أنها الممول الأول. هل ما زال برأيك يستطيع أن يتخلص؟ هل ما زال هذا السؤال سنناقشه بعد هذا الفاصل، تابعونا. اهلا بكم مجددا في هذه الحلقه دكتور محمد قباطي والسيد جيمس كرفانو. دكتور قباطي، مساله القاعده في اليمن، اشتباكات في الايام الاخيره بين قوات الجيش التي كانت محاصره في زنجبار وافراد من القاعده ومقتل قياديين، برايك هل هناك لعبه معينه وراء هذه الاشتباكات؟ لا، في الحقيقة نحن لا ننكر بأن هناك عناصر موجودة من القاعدة، ما في شك أن هناك عناصر. ولكنك كنت تذكر قبل قليل أن النظام كان يتلاعب بهذه الورقة في العديد طبعا من النظام كان يلعب مثل ما بتقولوا أنتم في لبنان، لا بده يعني يقتل الذئب ولا بده تفني الغنم، يعني بده يعني كان يعني يريد أن يبقي على هذا الوضع لكي تستمر القاعدة لأنها مصدر جلب الأموال له من الولايات المتحدة الأمريكية ومن السعودية. لكن مواجهة القاعدة وهم جميع يعني 50 100 200 كان بالإمكان القضاء عليهم والتعاون مع المجتمع الدولي بالتعاون حقيقي للقضاء عليهم وليس الاستخدام يعني وسيله للتمويل المال، وايضا ليس للتمويل فقط وانما لايجاد قوات لا يستخدمها ضد القاعده. نحن الان نرى ان هناك قوات تم تجهيزها من الولايات المتحده الامريكيه ومن الاصدقاء البريطانيين وتم تجهيزها بالاسلحه.
هذه القوات لم تستخدم لمواجهه القاعده ابدا، هي تستخدم الان لضرب الشباب والثوار والناس اللي في الميادين والشوارع للضرب. ولكن نقطه يعني محوريه طرحت اليوم وسؤال سيد كرفانو هو ان معلومات صحفيه تحدثت عن ان الولايات المتحده ساهمت في او تساعد قوات الجيش التي تحارب القاعده في زنجبار، وهناك من تحدث عن وجود سفن وزوارق حربيه امريكيه تنتشر قباله منطقه زنجبار وتقترب منها، برايك الى اي مدى الولايات المتحده ضالعه في هذه المعركه ايضا؟ الولايات المتحدة تنوي زيادة عملياتها السرية في الصومال، وهذا يثير عدة قضايا. الحكومة في الماضي استخدمت الحرب ضد القاعدة للحصول على دعم أمريكي، وهي مهتمة أكثر بالحرب الداخلية أكثر من محاربة القاعدة. الموضوع الآخر، المشكلة الأخرى التي نواجهها، هي التدخل الأمريكي المباشر والضربات المشتركة. هناك قضية حول مدى تأثيرها، هذا تكتيك وليس استراتيجية. الولايات المتحدة لن تستطيع أن تزيل قيادة القاعدة من خلال العمليات السرية فقط. فأنا لا أعلم هل لدى الإدارة الحالية استراتيجية فعالة في اليمن أم تزيد الضربات المشتركة ضد القاعدة؟ هل هذا سيكفي وحده؟ لتخفيف التهديد في اليمن أو جلب الاستقرار والأمن؟ لا أعلم. من الخارجية ينضم إلينا أمبروس سيلز المتحدث باسم قسم الشرق الأدنى. أهلا بك أمبروس. هناك وساطة تحدثت عنها الصحف الألمانية اليوم، وساطة ألمانية تقوم على إقناع الرئيس صالح بقبول مبادرة. الخليج، هل أنتم على علم بهذه الوساطة؟ ما هو موقفكم منها؟ وأين أصبحت المبادرة الخليجية برأيك؟ موقفنا يبقى كما هو، كما كان منذ عدة شهور، وهو أننا نعتقد أن الرئيس صالح عليه أن يوقع اتفاقية مجلس التعاون المشترك الآن وأن يبدأ نقل السلطة في اليمن. نبقى منخرطين مع كل الأطراف، وبالتأكيد مع الحكومة اليابانية والمعارضة من خلال سفيرنا على الأرض السفير فاينشتاين وباقي أفراد السفارة، المنخرطين مع الأطراف والمنخرطين أيضا مع شركائنا في المنطقة ومع شركائنا في المجتمع الدولي كذلك. نحن نستمر في المطالبة بما طلبنا به دوما، وهو أن يستمع إلى صوت وطموحات الشعب اليمني وأن تبدأ عملية الانتقال. ولكنه يعني لم يستمع، ويبدو أنه لا يستمع لمطالب الشعب ولمطالب المجتمع الدولي، وهو لم يوقع بعد على المبادرة الخليجية. في هذا الوقت الوضع الاقتصادي يسوء، الوضع السياسي يسوء، والوضع الأمني كذلك، كيف ستتصرفون؟ في النهاية يعود الأمر للشعب اليمني أن يقرر ما الذي سيحدث في اليمن وشكل المستقبل في اليمن، ولكن سنستمر في دعمهم، في دعم جهودهم، وأن نشدد على ما قلته أنت من أن الوضع الاجتماعي والاقتصادي في اليمن يتدهور، وأنه كلما طال هذا الأمر دون نقل للسلطة كلما ساء الموقف أكثر. من الواضح أن اليمن لا يمكن أن يستمر في هذا المسار وأن يبقى في وضع مستقر. الوضع في اليمن سيستمر في التدهور وسيستمر في الافتقار إلى الاستقرار حتى يكون هناك انتقال للسلطة
وحتى تتحقق طموحات الشعب اليمني. دكتور قباطي، ما رأيك بهذه المقاربة، يعني القديمة الجديدة؟ في الحقيقة أنا يعني أحيي السيد أمرو السيوز على صراحته، وقال أنه قبل شهور الرئيس قد وافق. المسألة أنه الآن السؤال، في خلال هذه الشهور الوضع في اليمن يزداد تعقيدا، البلد تتصدى في ما يعني مثل ما أشرت أنت، الوضع الاقتصادي سيء جدا، الوضع الإنساني سيء جدا، الناس يعني في أحوال يعني، دعني أشير فقط، أمس النيويورك تايمز، مجلة النيويورك تايمز تقول يمن on the brink of hell، اليمن على شفا الجحيم. هل هذا لصالح الولايات المتحدة الأمريكية؟ الثلاثة شهور هذه اللي مرت واليمن تتجه فيها نحو الجحيم، نحو التصدي، نحو الاحترام الداخلي، هل هذه لمصلحة الأمن والسلام في المنطقة؟ ولكن يقول يعني، خلوا أكمل فكرة أخي غندور. حتى الآن لم نرى مثل ما أنت قلت أسهل، لم نرى ضغط حقيقي بدون التهديد، بدون ظهور أن هناك ضغط حقيقي على عبد الله صالح. لم نرى حتى الآن ما استخدم على ليبيا من حتى التهديد أو التلويح بتجنيد أموال على عبد الله صالح. لم نرى التهديد أو التلويح. لماذا يا أمرس، لماذا لم تمارس الولايات المتحدة هذه الضغوط على الرئيس صالح؟ هل لأنه حليف في حرب أو في حرب الولايات المتحدة على الإرهاب، أم لماذا؟ علي أن أقول بأننا كنا واضحين فيما يتعلق بموقفنا حول اليمن، وأتفق مع تقييمك بأن الوضع غير مستقر، وأن الوضع في اليمن على الأقل جزئيا لا يساعد مصلحة المنطقة ومصلحة الولايات المتحدة عندما ننظر إلى الإرهاب، الجانب الإرهابي الذي يجري في اليمن. وبالتأكيد علي أن أقر أن هذا يشكل مشكلة ليس فقط للولايات المتحدة ولكن لكثير من الناس. وعلي أن أقول أيضا أننا نستمر في الضغط باتجاه انتقال السلطة في اليمن الذي يبدأ بشكل فوري، ولكن الولايات المتحدة لا تستطيع أن تقوم بذلك نيابة عن اليمن أو عن الشعب اليمني. لا نستطيع أن نفرض حلا للمشكلة التي تواجهها اليمن الآن. كل ما نستطيع أن نفعله في هذه المرحلة هو ما كنا نفعله حتى الآن، وهو العمل مع الأطراف والتشاور مع أصدقائنا وحلفائنا في المنطقة والمجتمع الدولي، والاستمرار في إيضاح أن ما نشعر أنه الأفضل هو على الرئيس صالح أن يوقع اتفاقية مجلس التعاون كل الخليجي، بحيث تسير اليمن باتجاه الاستقرار والأمان. نعم سيد كرفانو، سؤال لم يجبني عليه يعني أمره بشكل واضح، برأيك لماذا لم تتبع الولايات المتحدة الأسلوب الذي اتبعته مع ليبيا فيما يتعلق باليمن؟ نعرف أن كل دولة لها وضعها الخاص، ولكن مع ليبيا تمت إحالة المسألة إلى مجلس الأمن الدولي، وهذه نقطة أشار إليها وزير خارجية روسيا. لماذا لم تحل مسألة أو لم تحل مسألة اليمن إلى مجلس الأمن؟ هذه أسئلة ممتازة، وأنا لا أمثل الحكومة الأمريكية، وبالتالي أعرف ذلك، ولكن كخبير لا أفهم سياستنا بصفة عامة بشكل أوسط فيما ليس فقط في اليمن. أمرس ما ردك؟ لو استطعت الرد على هذا السؤال، أريد أن أشدد على أن دول المنطقة تختلف. لا نستطيع أن يكون هناك حل واحد لكل موقع في المنطقة وفي كل بلد في المنطقة. علينا نأخذ بالاعتبار تاريخ كل بلد وثقافة كل بلد والوضع الفعلي على الأرض في كل دولة. ومقاربتنا حول اليمن الآن نعتقد أنها أفضل مقاربة في هذه المرحلة، ومرة أخرى سنستمر في الإيضاح بأن لو أراد اليمن أن يتجه تجاه الاستقرار والأمان، فإن من مصلحة الشعب اليمني أن يحول الرئيس صالح السلطة الآن فورا. لا نستطيع أن نقارن بين اليمن وما جرى في ليبيا أو في أي مكان آخر، لأن اليمن ليس ليبيا،
اليمن لديه قضاياه الفريدة التي يجب التعامل معها على حدة. دكتور قباطي، نقطة أساسية أثارها أمرس وهي مسألة أن الشعب أو اليمنيين يجب أن يقرروا مصيرهم ومستقبلهم بأيديهم. كنت قد سألت الأمريكيين بالضغط بالتهديد، ولكن عندما يتدخل الأمريكيون في مسألة معينة يقال في الدول العربية أن الولايات المتحدة تتدخل في الشؤون الداخلية لهذه الدول. يعني كيف يمكن التوفيق بين مطالبة الولايات المتحدة بالتدخل والتهديد والضغط والقول إنها تتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية؟ أخي ميشيل، أنا لم أسأل بالتدخل في الشؤون الداخلية، أنا أسأل ولكن لتطبيق المبادرة. خليني أكمل ميشيل. مثل يعني أنت ذكرت نموذج فقط ليبيا، لماذا لم تذكر نموذج سوريا، نموذج مصر؟ تم تجميد أموال وتم الضغط على هذه الأنظمة لكي، وبالذات نحن محتاجين في اليمن للضغط، لأنه الآن لمن يقول السيد أمرس بأن الموضوع يعود اليمنيين، يا أخي أصدقائنا الأمريكان والأوروبيين سلحوا علي عبد الله صالح بالأسلحة ودربوا له قوات هي الآن لتهدد الثوار لكي لا يحسموا الموقف. بأيديهم صواريخ ليطلقوها استلموها من الولايات المتحدة الأمريكية. إذا القضية أنه الشعب اليمني هو المعني. دكتور قباطي، أعذرنا عن مقاطعتك ولكن انتهى وقتنا. أشكرك على المشاركة في ساعة حرة. أشكر أمبروس سيلز أيضا على المشاركة وجيمس كارافانو. نشكركم مشاهدينا وإلى اللقاء في ساعة حرة.